الأطفال أضعف حلقات اللعبة المحكمة التي تديرها الشركات والمنصات. العالم الافتراضي المبهر يدفعهم إلى كراهية الواقع ويغتال مهاراتهم الإبداعية. أول 5 سنين من حياة الطفل دي الفترة اللي بيكتسب فيها المهارات اللي هيستخدمها في حياته كلها. أي وقت هيضيعه لا يكتسب فيه هذه المهارات علشان خاطر إحنا عايزين يفضل ساكت فيقعد قدام التلفزيون أو يقعد قدام الموبايل، فهو ما بيكتسبش فيه المهارات اللي هو محتاجها وبيفقد هذه الفرصة. الأزمة الكبيرة جداً، وده بحث اتنشر في NIH اتعمل على أكتر من 2500 طفل عندهم توحد، لهم إن أي طفل بيستخدم الموبايل أو الإلكترونيكس عامة أكتر من 3 ساعات هم عرضة كبيرة جداً 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 إن يجي لهم مرض التوحد. المحتوى اللي بيتعرض له على السوشيال ميديا بيبكر دخوله مرحلة المراهقة، لأنه عايز يشوف وعايز يعرف وعايز يقارن طول الوقت باللي بيشوفه في حياته. فأنا بشوف إن دي ليها مخاطر كبيرة جدا على إن هي تفتح مدارك الأطفال على حاجات مش مناسبة لسنه. ليس عليك إلا أن تحمل لعبة قتالية من المتجر الإلكتروني، ثم اختر شخصيتك الافتراضية، ابحث فوراً عن سلاحك، واعلم أن الفائز الوحيد هو من يقتل الجميع. تأثير الألعاب الجديدة زي ببجي والألعاب العنيفة بتأثر على سلوك الطفل من البداية، لأنه بيدخل في منظومة أفكاره أنه الشكل الذي يمارسه دلوقتي ده شكل طبيعي وشكل عادي أنه يمارسه، بل أنه بيشعر بالسعادة في ممارسته. وقتها بيكون في بعض الهرمونات اللي بتفرز في الدماغ زي الدوبامين والسيروتونين والأدرينالين، وهي هرمونات الإثارة. هرمونات داخل المخ دي بتساعد وبتخلي يعني تشكيل سلوكي للطفل بحيث ان هو يحصل على الإحساس بالتشبع والسعادة من العنف، وان ده ممكن يبقى في حياته مشكلة كبيرة بعد كده، ان هو يبقى عايز طول الوقت هذا الإحساس الإيجابي بالنسبة له بان هو يمارس العنف في حياته، فيبقى إنسان عصبي، يبقى إنسان انفعالي، يبقى إنسان عنيف. في أطفال بيبقى قلبهم وراثياً ما بيتحملش الضغط العصبي الشديد، وبيحصل لهم لخبطة في ضربات القلب أو كهربة القلب، وممكن يموت موت مفاجئ بس من الضغط. فكونه يلعب لفترة طويلة جدا ألعاب قتالية، هو مش بس بيلعب، هو بيعيش اللعبة أكنه في حرب فعلية. في أطفال بتوصل عندهم اللعبة دي 10 ساعات و11 ساعة ممتدة، بالنسبة لك ده رقم كبير، لكن بالنسبة للطفل هو لعب 10 جيمز.